بغيب بغيب بترككم. شو خلاص بغيب بفككم من شري. نروح الامارات بعد امارات مع قطر. يقولون انت مثل مصطفى دهور ما تغيب. يقولون ما يدرون انا طيب من قلب ساير. انا سامع ليت ما يعرفون قلب ساير صدق. الله يوفقك يسلم. ايش تقول يا ساير؟ احنا نتكلم في تركي موضوع. والله اني كان بتكلم في بعد تركي. تركي محمد تركي دخل البيز وطول. انت قلت اذا قطعتني بتهاوش معك. يلا اسمعي يلا بجلس. تركي ده انا اقدره والله اقدره واعزه كلنا نقدره. ايوه فهمت. من الرياضيين اللي قلوبهم بيض فهمت. لكن شخص الموضوع هو انا تكلمت الموضوع ما هو صوبة. بعد الطماطم نحطه منه موضوع ما هو صوبة. وأنا أتكلم يعني من حاجة صح. يعني ما ذكرت أنت اسمي؟ ذكرت أنت اسم ناس؟ يعني لو ما ذكرت أنت اسم حد صح. طيب من حاجة اسمح لي بس أتدخل شوي. يلا أنت تركي. أنا دخلت معه في سبيس في تويتر يقول أنا اللي قهرني إنه آخر فقرة لي ما كان ودي أنها تطلع بهالصورة هذه. كان ودي تطلع بصورة جميلة. كان شد حيلة عشان تطلع بصورة هذه. هم 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 لا تهاوش معك هم أتدخل معك من ما أتدخل معك إيسا. فالموضوع طال عمرك اللي كانت شديتها باثنين وهو أخذها من أحسن الله. عندي سالفة تشدها باثنين. يلا إيسا توكل الله توكل. أنا أخاف أنه بيجيني الملاس وأن شيء ما هو هذي ما يشد. والله صدق يا أبو الله لا يوفق العدل. شوف شوف عشان إذا خسرتهم بعد ما تقول إن اشتغل اشتغل حالك. أبغى أقول يسولف مع الدب الله يزينه. أنت أم الناس هاكم تشغلون أتخل من غسلوا عشان ما تخسرون. سعد ترى كلمة اللي قلتها قبل شوي ترى فيها قضاء في دمتك. إيه أنا أقاضي كذا يا ويلك بكرة وراء قضبان. خلاص أنا آسف. يلا أنا آسف يا نحيل ما عادك. خلاص يلا اقدح سولف قصدي كمل محورك. حساس. أنا أقول تركي محمد أنا آسف. شفته أنا آسف يا أبو محمد. حياتي أنت شخص غالي عزيز. يستاهل الحلقة الأخيرة والله العظيم. من الناس اللي ودي إني أوقف معك وتكون أحسن. وهي طلعت يعني جميلة كجمالك وممتازة. شكرا عليكم. لكن ما ودي إني أنا يا سعد أصل المرحلة هذه لأني من الناس اللي ضد الزعل في البرنامج. نبغى نجاح برنامجنا باللهوبة. النسخة تاصل وامورها تمام. لكن رجال لها كبوت تندب لها كبوت تمل ولها خطر تضيق. فانت خير من يعذر والجمهور خير من يعذر. يعلم الله اني ما بعضيك خاطر احد في البرنامج. ويوم دخلت وش البذنجان ويش بس ويوم زعلت ما قدمنا لك محمد البذنجان البطاطس وهو جاء شوي على طرف زعل. زعلني في يوم راح معاه اعطاني مجال هو اللي خلاني نرفزني خلاني اطلع من طوري لاني كل ما تكلمت قاطعني ما خلص. ف على كل حال مهما حصل الله خير والعذر لله سبحانه. قبل غادي لتركي وتركي ان شاء الله انه يقدر عادل العذر مش يا رجال. احنا اسفين ومقدرين. وانت يا ساير شوف الكاميرا صوبي ما تكلم وفتش الكاميرا قبل الحين ما شفتها. الله يصلحك انا من عنده هنا يوم فتش. يلا عشان انت تشد. لا مشكلتك هذه مشكلتك. خلاص اروح اشتري اشتري المره هذه كمل. ترى انا عندي اقضيك. انا عشان اقضيك صراحه ولد هذا عيب. اعتذرت انت تركي. حنا كلنا نحبك. نقول لك من هالمنطلق هذا نحبك. ودنا انك بكره تشرفنا هنا في الفقره ونسوي لك طال عمرك اللي هو ختاميه. اي والله ختاميه. سوي لك كرامه هنيه ختاميه الظهر ختمها معك هنا. انا بيقول تم اكيد ان شاء الله. ما عنده شيء. الله يحييه. جينا نسوي لنا حركات دوار السعاده. ابراهيم لا ابراهيم نسوي ابراهيم كذا خفيف لطيف. لا ما هو ابراهيم. تعال دوار سعاده رجع كلهم ابراهيم. هو بيسلموا عليك الشباب بيصافحوا لك ويودعوا لك. تعال انا هالايام اني كان مريض الحين اللهم لك الحمد شليت شوي. كان تجينا ان شاء الله يا ابو محمد بكره ونستانس حنا وياك. الله يخليك. والشباب يقدموا لك الاعتذار من هالمكان الجميل المطبخ اللي له ذكرى. الله يجعلك ستبقى باذن الله. والله قوم السكاكين اللي مثل وجيهم. اي لاف يو ابو محمد. اي لاف يو يا تركي. اي فالجميع يهنيك ويهديك بدون اي لاف يو بدون اي شيء. اذا جاء بكره اعتذرنا زين قولوا اي لاف يو. وما جاء سالفه اي لاف يو وانا قاعد احنا جادنا وياه الكلام هذا ما يصلح. دقيقه خلنا نشيل الشطه. خلنا نشيل الشطه الله حول ولا قوه الا بالله. يبيدي يبيدي يجي مرحبا يا ابو محمد. الوه
مرحبا ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الحين حياك الله، اسمك ومن وين؟ يعني ولد من الرياض. مرحبا والله وسهلا. رسالتك للمتسابقين والشباب. اسمعينا من التلفون بارك الله فيك.